غسيلك. انا هعمل كده وانت قول. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا سليمان. وانا موسى. احنا جينا النهارده نتكلم معاكم عن الميني فور ويل درايف ريس كارز. ايه الميني فور ويل درايف ريس كارز؟ اكيد انت فاكر او شفت ده من سابق ولاحق او من اللي احنا بنعمله على البيج عندنا. هي هوايه منتشره في اليابان قوي. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنرجع للناس الهوايه دي، بنرجع للناس ان انت ممكن تلعب بميني فور ويل درايف ريس كارز وتنزل تتسابق معانا في اي ايفنت من الايفنتات، تنزل تجوين التيم، تطور عربيتك، تكبر عربيتك، تجيب عربيه احسن، الكلام ده كله. فاحنا هنتكلم معاكم ونعرفكم ايه هو الميني فور ويل درايف والريس كارز والسباقات، وبنعمل ايفنتات ازاي، والناس بتحضر ازاي، وبتطور عربيتك ازاي. الميني فور ويل درايف، الدفع الرباعي المصغره دي، يعني الاربع عجلات هما اللي بيتحكموا في حركه العربيه، ودول سرعتهم جايه من الموتور، والموتور اللي مشغلهم البطاريات، فالعربيات دي بتشتغل بالبطاريات. العربيات دي ميكانيكال، مش فرموت. انت مجرد ما بتشغلها انت ما بتتعاملش معاها لحد ما هي ما بتخلص، انت بتظبطها وبتجهزها لان هي تبقى مناسبه للتراك ومناسبه للسباق اللي انت هتلعبه. وهي بتدرايف جوه التراك بتاعها. تقول لي طب اجيب التراك منين؟ اقول لك هتيجي تحضر معانا ايفنتات وتتسابق مع ناس، تشوف ناس اسرع منك وناس ابطا منك، وتتعلم ازاي تطور العربيه وازاي تخلي العربيه اسرع. انا اسرع منهم. ايوه يا جماعه، معلم علينا كلنا. بتكتشف وبتطور عربيتك وبتفكر بطريقه مختلفه. يعني في اكزامبل، حاجه من الحاجات اللي كمان في الفيديوز الجايه، انت عارف ان هي عربيه طبيعيه فيها جير بوكس 1 اللي هو الاول، جير بوكس 2 اللي هو الثاني، الثالث، الرابع. العربيات دي فيها الموضوع ده، فيها ان انت بتتحكم في الجير بوكس بتاع العربيه، بيدي لك عزم ولا بيديك سرعه. طب انت في عربيتك محتاج عزم ولا سرعه؟ محتاج ايه؟ عندنا عربيات بتوصل ل 45 كيلو في الساعه، عندنا عربيات بتوصل ل 40 كيلو في الساعه، وفي ارقام في اليابان والبلاد اللي بره جابت ارقام فظيعه، 60 في 60 في ارقام، في ارقام فظيعه بتشوفها على حاجه اسمها سبيد تشيكر، هتشوفوه في الفيديوهات الجايه. المهم ان انت تعمل ايه دلوقتي؟ يعمل ايه يا موسى؟ لو انت على الفيسبوك لايك، شير، شير. تعمل تاج لاصحابك. لو انت على اليوتيوب تعمل لنا سبسكرايب. اديني كلوزنج.